في اللعيبه. كابتن احمد خلي حضرتك معانا، معانا الكابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق. كابتن جهاد اولا مساء الخير. احنا مساء حضرتك وعلى كل مشاهدينك ومساء كابتن احمد. تقييم حضرتك للحكم الليبي مباراه الشباب ونادي الزمالك اللي انتهت قبل قليل؟ هو احنا ده كله هيروح على طول مباشره لركله الجزاء. صح. بص احنا بنتكلم باعتبارات وقانون. الايد لما تبقى مكبره الجسم وخارج الجسم حتى لو المسافه موجوده صغيره زي ما كانت موجوده في اللقطه دي، القانون يقول ركله جزاء، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الشباب. خلينا نتكلم دول الوقت بمعايير وبنتكلم بقانون وبعلم. اي نعم هو فريق مصري وعايزين طبعا اي فريق مصري يكسب، لكن اللقطه التحكيميه واضحه وصريحه وركله جزاء صحيحه تم احتسابها. حكم الملعب ما شافهاش كويس، الحكم الفار جابها له ووضحها له. الحاله الوحيده اللي ممكن ما تحسبش فيها ركله الجزاء دي لو جت من الزميل، يعني لو المكان اللاعب المهاجم الشباب ده واحد زملكاوي زي الزمالك، جت من الزمالك بنفس الوضع ده لا تحتسب، لكن بتيجي المنافس بالمنظر ده والايد مكبره الجسم وبالاعتبارات اللي موجوده وركله الجزاء صحيحه يا كابتن استاذ احمد. وبالتالي بنتكلم النهارده ما فيش خطا تحكيمي مؤثر في المباراه. ممكن الانذارات كانت كتيره في الملعب للشده العصبيه اللي كانت حاصله في الماتش، لكن في الاخر خرج الحكم من الماتش، ما فيش اي خطا تحكيمي مؤثر على تحكيم المباراه. كابتن جهاد حضرتك بتقول قولا واحدا هذه ضربه جزاء، ضربه جزاء صحيحه. صحيحه. لانه كابتن احمد معانا بيقول انها مش ضربه جزاء، وخاصه ان هو مدي ظهره للاعب نادي الشباب. ما هو الاعتبارات الاعتبارات يا استاذ احمد ما فيش فيها بقى دلوقتي ظهره، ما فيش فيها مسافه، ما فيش فيها الاعتبارات اللي موجوده. القصه يعني احيانا بيبقى مهاجم بيلعب الكوره براسه، المدافع قدامه مش شايف الكوره، تيجي في ايده اللي ممتده خارج الجسم، مكبره الجسم، وبالتالي تحتسب ركله جزاء. الفار ادى شكل كابتن احمد سليمان مع حضرتك، اتفضل كابتن احمد. اتفضل كابتن. هو الفار ادى ان كل الجسم اللاعب كان داخل الملعب، الفار ادى، انت اقتنعت بالفار ان ادى كل كتل جسم اللاعب في الملعب؟ لا بغض النظر، الايد نفسها جوه الملعب يا كابتن احمد، الايد اللي لمست الكوره. طب ركز في الفار تاني. ما ركز والله، انا اللقطه التحكيميه ده بص انا حضرتك انا مركز فيها في اللقطه جدا، لان اتفرجت عليها مره. انا الفار هات لي حد في مصر نقتنع ان جسم اللعيب كلها جوه الملعب. لا مش جسم اللعيب كله ما يهمنيش يا كابتن احمد، اللي حماجه الايد. الايد نفسها اللي اتعملت بالخطا. بقول لك جسم اللعيب كله، بقول جسم اللعيب كله. ثاني حاجه الكره متطرفه وما فيهاش خطوره، واخد بال حضرتك؟ ما هو دي مش اعتبارات، دي قانون يا كابتن احمد، كل الكلام ده مش في الاعتبارات القانوني، الاعتبارات القانون الايد مكبره الجسم خارج الجسم، اللعيب يعني عمل ريست وبالتالي وعمل ريست. يا كابتن جهاد في كره القدم واحد ظهره مدي ظهره للكوره والكوره جت في ايده بتتحسب تحتسب؟ يا كابتن انت في ركلات جزاء كتير قوي. التعامد اسال سؤال بس، التعامد وغير التعامد محسوب؟ يا ابو الكباتن احنا بنتكلم دلوقتي مع الجهاد. يا كابتن جهاد التعمد، التعمد وغير تعمد محسوب؟ يا كابتن ممكن ارد على انت سالت حضرتك، ارد على حضرتك. خلي الكابتن طب يرد عليك يا كابتن احمد. لا يا كابتن احمد بقى كلها اعتبارات، موضوع التعمد وعدم التعمد انا بتكلم في اعتبارات 1 2 3 4. الاعتبارات دي لما تتحقق في اي مكان في العالم تحتسب ركله جزاء، الاعتبارات دي لما ما بتتحققش ما بتحتسبش ركله جزاء. احنا بتكلم حضرتك اللعبه دي الحاله الوحيده اللي ما تحتسبش فيها ركله جزاء لو اللاعب المهاجم ده مدافع، لو جت من المدافع للايد زميله لا تحتسب بالمنظر ده، لكن المهاجم بالمنظر ده سواء المدافع مدي ظهره مش شايف الكوره، الايد خارجه بره الجسم، كل الاعتبارات دي تقول ان ما تاثرش على صحه ركله الجزاء. المهاجم احيانا بيلعب الكره بالهيد والمدافع ظهره ليه والايد ممتده بره الجسم وتيجي من راس المهاجم لايد المدافع اللي مش شايف الكوره وهو ظهره للكوره مش شايفها وتحتسب ركله جزاء لانه عمل الريسك وكبر جسمه وايده خرجت بره الجسم وبالتالي يحاسب عليها. يلف بيعمل له سرد للكوره، خلاص هو عمل التاكلينج فبيبدا يلف عشان يقعد الجسم. ما هو يا كابتن احمد احنا بنتكلم على اعتبارات. ثانيه يا كابتن جاسم انا بس خلاص خلينا في الموضوع. اتفضل يا فندم اتفضل. هل انا برضه حضرتك استاذ قانون تحكيم، هل التعمد وغير تعمد محسوب في كره القدم في اليد؟ دلوقتي بقى عشان يخرجوها من التعمد وعدم التعمد بقى كلها يا كابتن كلها اعتبارات، الاعتبارات دي هي توصل للتعمد وعدم التعمد. احنا بنتكلم اعتبارات دي اعتبارات الحكم، اعتبارات دي اعتبارات يا فندم. معلش وجهه لا الاعتبارات دي مصدرها القانون، قانون الكوره الاعتبارات دي بقى قانون، وبالتالي احنا بنتكلم في اليد غير لمسه اليد غير متعمده بتحتسب؟ الغير متعمده لا تحتسب، اللي هي لو ايد لو جوه الجسم لا تحتسب. يبقى دي لو ايد مش مكبره الجسم لا تحتسب. طب محمد عبد الغني مش معتمد ان دي هيبقى مش متعمد ان هو عملها بايده يا ابو الكباتن. انا بتكلم حضرتك في اعتباراتك يا كابتن احمد. يا كابتن جهاد يا كابتن جهاد انا بتكلم في نقطه معينه على فكره. اللعبه بغض النظر لمين وعلى مين، انا بكلمك في لقطه تحكيميه، لقطه تحكيميه الايد لما تبقى بره الجسم. انا بص يا كابتن انا سالت سؤال خدت رده من حضرتك.
المتعمد والغير متعمد في اليد لا تحتسب ضربة جزاء. في حاجات غير متعمدة في ضربة جزاء في اليد لا تحتسب ضربة جزاء. ده سؤال. لا ده ما كل حضرتك اللي بتقوله ده القانون دلوقتي بقى توصيف. التوصيف ده على فكرة مش وجهات نظر. التوصيف ده اعتبارات لكل حكام العالم عشان توحيد قرار. التوصيف ده كابتن لأي حكم في العالم بينفذه على اللقطة اللي بيجيله وبيطبق التوصيف دوت على لمسة اليد. فلمسة اليد بقى لها اعتبارات بناخدها شايف ان بتاعت محمد افغان متعمده يا كابتن؟ لا دي ركله جزاء باعتبارات ركله جزاء. هي ركله جزاء الله. شوف زملاء مش كل لمسه لو مش اتفقوا لا كل كابتن كل الناس النهارده بتتفق على انها ركله جزاء كله النهارده كل الفضائيات. لا 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 صدقني يا بص اللقطه سهله. هي غير متعمده يا كابتن. واللاعب ظهره واللاعب ظهره يا كابتن. معلش التعمد يعني كلمه التعمد انت اللي بتتكلم عليها قديم. صفه التعمد غير موجوده. صفه التعمد غير موجوده يا كابتن. الكلمة التعمد اللي حضرتك بتتكلم عليها القديم ده يعني هو قصد ومش قصد ومتعمد ومتعمد ما عادش في القانون. احنا بنتكلم على اعتبارات. الايد مكبره الجسم في ريسك من المدافع يكبر جسمه وايده بره جسمه. الحاجات دي بقى اعتبارات قانون. يعني دلوقتي اللي بره الجسم اللي بره الجسم الغير متعمده بتحتسب. ايوه كده بتحتسب. طيب كابتن جهاد خلي حضرتك معانا. كابتن احمد سليمان كابتن جهاد خلينا نتكلم بشكل عام عن الحكم. تقييم حضرتك للحكم الليبي قليله ومع ذلك انا ما امسكش عليه خطا تحكيم مؤثر. ممكن نتكلم في انذارات كتيره وممكن نتكلم في مواقف كان ممكن تحلها تتحل احسن من اللي حلها. التوتر لما بيحصل التوتر ازاي اقدر ادير المواقف اللي ممكن تحصل فيها توتر من اللعيبه. لكن بتكلم على مستوى عام الاخطاء وحاجه مؤثره في المباراه. مفيش خطا تحكيم مؤثر في نفس المباراه. يعني ما كان لم يجامل لا هنا ولا هنا. ما كانش فيه مجاملات من الحكم. اقصد هو اصل القصه بتتكلم هو اللقطه اللي ممكن تتكلم فيها في الماتش كله او تقف عليها هي لقطه الجزاء ضربه يعني جزاء. هو ما جاملش فيها. والقصه في الاخر بيتكلم على قانون واعتبارات. وده اللي هيقوله في لجنه الاتحاد العربي. وده اللي هيتقال يعني اي محلل تحكيم هيحلل اللقطه زي ما قلت لحضرتك كده بالنص. هيقول انها ركله جزاء لان الايد مكبره الجسم خارج الجسم. اللاعب يعاقب على اللمس اليد بالمنظر ده. كابتن جهاد جريشة الحكم الدولي السابق بشكرك شكرا.